işçi geldi. Cemaat Müslüman hadi dikecek özler gel bu tarafa. Bizim kimse yoktu. Bizim kimse yok. Saklanmış. Bak buradan malimdi. Kalktım oraya baktım oraya. Ha. Şu öbür yenge diyor bak. اليوم مباشرة الصبح يعني الساعة تقريبا 700 قوة من لواء 16 وخرجت إلى قرية العزيرية جنوب بشير وكان هناك متسللين من الداعش عددهم يتراوح من يعني 10 إلى 15 فتم قتل 8 من هؤلاء المتسللين وكان من هؤلاء 3 انتحاريين وهناك منهم يعني الجرحى الآن نطاردهم مطاردين من قبل قواتنا وضع الأمن إن شاء الله مستقر بكركوك يعني صحيح أن هناك إشاعات كثيرة الآن ولكن وضع الأمني وقوات أمنية متواجدة داخل كركوك وأول أمس دخل لواء كامل مدرع داخل كركوك ونطمئن أهالينا في كركوك بأنه الوضع إن شاء الله مستقر وسيستقر أكثر لا زال الواقع الأمني نحن لسنا راضين عنه ترك القوات لمناطق شاسعة ملاذ آمن للإرهاب كان خطأ ولا زال خطأ مستمر الإرهاب عندما يجد نفسه في مأمن في مكان فأعتقد هو ينشط وهم لديهم عقيدة الانتحار وعقيدة القتال واضحة بعدين كانت الدورية